البرنامج هو جديد من حيث النشأة لا من حيث النوع، فهو مجلة تلفزيونية عدة فقرات. نعم. طبعا فيه فقرات ثابتة في البرنامج في ثلاثة أيام، وهناك فقرات متغيرة ومتجددة على حسب الأيام، يعني ممكن يوم الأحد موجودة يوم الاثنين لا، يعني في سكريبت معين. يعني مثلا فقرة تيجي خلال أسبوع مرة واحدة مثلا؟ نعم، وفيه بعض الفقرات تكون موجودة في جميع الأيام، وفي بعض الفقرات لا، يعني تكون حاضرة مرة واحدة في الأسبوع. يعني يكون مجلة تلفزيونية شبابية لطيفة خفيفة إن شاء الله. وأنا أقول أنه ليس التحدي صراحة والجدة في البرنامج في نوع البرنامج، بل في التناغم والديناميكية التي تحدث بين المقدمين. هذا السؤال الحقيقة أني كنت واس. أصلا عبد الوهاب ورياض هم أصلا يعني خلينا نقول هم متناغمين مع بعض، هم ثنائي مشكلين ثنائي مجموعة من البرامج من زمان. فحاتم دحين كيف حيسوي مع يعني كيف حيسوي ربط هنا مع رياض وربط هنا مع عبد الوهاب؟ فكيف شفت التناغم؟ والله الحقيقة شوف عبد الوهاب ورياض صراحة يعني أصدقاء وزملاء وأساتذة في المجال، وأيضا لدي الخبرة البسيطة يعني في هذا المجال، فهذه الخلطة كلها كونت يعني تناغم خفيف ولطيف انعكس على أداء البرنامج في اليومين اللي ظهرنا فيها، والحمد لله كانت ردود الأفعال طيبة من جميع الأطياف. وأيضا يعني صراحة هم يسهلون العمل على الشخص لتقديم يعني افضل ما عند الانسان. ما شاء الله تبارك الله، انتم في اليوم الاول واليوم الثاني وصلتوا الترند ما شاء الله تبارك الله، وحطمتوا المقاييس بارقام خرافيه. طبعا هذا واحنا نحمي كيف لو جينا كيف الاسبوع الجاي؟ والله نقول ان شاء الله يعني باذن الله، هذا فضل من الله عز وجل اول شيء، ثم بفضل الجهود صراحه، لانه ترى عندنا فريق عمل يعني يمكن الناس ما يشوفون، لكن فريق عمل واجتماعات وورش عمل يعني اقمناها قبل البرنامج حتى ظهرنا بهذا المستوى. ما شاء الله عندكم جوائز، شوف خاتم ذهب، طقم ذهب، وخزنه، وشوف الحركات. والله نعم عندنا ثلاث خزنات مرتين في الاسبوع، وعندنا خزنه كل يوم. كلامنا من ذهب يعني ما تتكلموا عادة العرسان يتابعونكم اللي يبغى يتزوج والله كل شيء بحاجة حلوة، ما هو بالعرسان بس الجميع يتابعنا وبيلقى الخير إن شاء الله. طيب وش أبرز فقرة اللي هي خلينا نقول الأساس في البرنامج اللي هي أس البرنامج؟ ما فيه خلينا نقول هي مثل الإيوان كسرة على ثلاثة، ليس على عمود واحد بل عدة يعني أعمدة، فيه عدة فقرات هي العماد والأساس للبرنامج، مثل السالفة وما فيها هذه ثابتة في بداية البرنامج، وأيضا مسابقة الخزنة. أيوة. وعدة فقرات يعني أخرى. طيب تعلمنا الرقم السري حق الخزنة حق يوم الأحد الجاي بكرة؟ المشكلة في ثلاثة، علم كأي واحد بس اللي فيها الجائزة الضخمة. والله هذا بكرة نعرف، ما أنا ما أدري الحين والله. طيب بتعلمنا يعطيك مياه قبل الحلقة. اي وبعدين يعطي المقدم اللي ماسك الفقر ما يعطيها الجميع. ايه بكره انت بتمسكها ارسل لي على رقمي. والله اتمنى والله تستاهل والله. اتمنى لكم الفوز ان شاء الله مشاهدينا الكرام في مسابقه بتوقيت ماسا، طبعا موجوده في هاشتاج البرنامج، والبرنامج يعني ما شاء الله في جوائز طقم ذهب، خاتم ذهب، وفي عندهم جوائز الاسبوع الجاي مختلفه ومتنوعه. الله يسعدك يا حاتم، شرفتنا في هالبرنامج الـ ما احنا ما نبغى نمدح برنامجنا، برنامجك الجميل شرفنا في برنامجنا. الله يرضى عليك. انا بالعكس انا سعيد ومتشرف فيكم، وان شاء الله ان قدمنا يعني نبذه بسيطه عن البرنامج. الله يحييك، واحنا ايضا نرجو يعني لك التوفيق في تجربتك مع القناه، وان شاء الله بحول الله تعالى الانطلاقه هي من برنامج بتوقيت ماسا، بتوقيت ماسا الى برامج اخرى بحول الله. نقول ان شاء الله يا كريم ان شاء الله. شبكه المجد، القنوات الامنه للاسره.